السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم سمن بدقيق الفينو والقمح الكامل، كيجي خفيف بزاف وهشيش. مسمن ناجح جدا، ان شاء الله كنتمنى انكم تجربوه. وبقاو معايا غادي نشوفوا المقادير وطريقه التحضير كيف العاده. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجوها، غادي ندير عبار زلافه. نتوما بيديروا جوج زلايف ديروا، انا غادي ندير هذا القياس هذا. وغادي نغربل دقيق الفينو، عندي زلافه ديال دقيق الفينو. بعد ما غربلتها غادي نزيد عليها معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال سنيده. ما تكثروش في الكميه ديال سنيده باش ما يتحرق لكمش المسمن ديالكم ملي كطيبوه، باش يجينا طيب من الداخل وعلى برا. وهنا غادي نزيدو معلقه صغيره ديال الزبده، وواحد شويه ديال الخميره، واحد شويه قليله قليله بزاف، واحد شويه ديال الخميره غادي نديرو، ما نكثروش من الخميره. وغادي نزيد الماء. بالنسبه للماء انا غادي نعبر لكم بزلافه باش تعرفوا العبار بالضبط. هنا غادي ندير زلافه، ولكن غادي نقص منها واحد شويه حتى نشوف على حسب الدقيق ديالي واش كيشرب ولا لا. هنا نقصت واحد شويه ديال الماء من الزلافه، وداك الشيء اللي نقصت هو اللي غادي نزيد. اذا العبار المضبوط هو زلافه باش عبرت الدقيق، هي باش كنعبر الماء. من بعد ما فزكت هاد الدقيق الفينو غادي نخليه يشرب ليا هاد الماء واحد شويه، نخليه واحد 5 دقائق. من بعد هو من بعد ما شرب كتنفخ ليا الحبه ديال الفينو. بهذه الطريقه هذه كتجينا الخدمه ديال المسمن سهله، ما كندلكوهش بزاف، ما كيحتاجش تدلك بزاف. هنا غادي نزيد نص زلافه ديال دقيق الفورس، الدقيق الابيض، وكذلك نص زلافه ديال دقيق القمح اللي غادي نخليه، ما غاديش نغربلو، غادي نخليه بالنخاله ديالو. وصافي غادي نجمع انايا العجينه ديالي بهذا الشكل هذا، ما غاديش نحتاج نزيد ماء اخر، هذيك زلافه ديال الماء كافيه. الا درتو هذه الطريقه هذه فكيجيكم المسمن ديالكم ناجح. تبعوا هذه الطريقه. صافي انا كنجمع الدقيق ديالي، عندي العجينه هنايا باقا مرخوفه، فغادي تجمع لي هذا الدقيق اللي بقى كله، وغادي يجيني القوام ديال العجينه هو هذاك، ما تيكون لا قاصح ولا مرخوف، يعني العجينه ديالنا كتكون شويه رطبه وما كتكونش قاصحه وما كتكونش كتلصق في اليد. صافي هذا هو الشكل ديال العجينه ديالي. انا غندلكها غير واحد شويه وغادي نخليها ترتاح باش تزيد تطلق ليا العجينه، وبلا ما نحتاج ندلكها بزاف. انا هنا غادي نغطيها، غادي ناخذ فيلم اليمونتير، انتما كتشوفوا القوام ديالها كي تيكون. غادي نغطيها بلاستيكه ونخليها ترتاح واحد ربع ساعه تقريبا، ونعاود نرجع ليها باش نكملوا المسمن ديالنا. من بعد ما دازت واحد ربع ساعه غادي نرجع للعجينه ديالي. نتوما كي تشوفوا ولات رطبه كتطلق غير بوحدها. هنا غادي ندهن يديا بواحد شويه ديال الزيت، وغادي نقسم العجينه ديالي للكرات. غادي نحاول ندير كرات متساويين في الحجم باش يجيوني المسمنات ديالي كلهم في نفس الحجم. صافي انا غادي نقص من الكرات اللي كبار، وغادي نزيد في الكره الصغيره كي قلت لكم حتى نقاد الشكل اولا الحجم ديال الكرات ديالي يجيوني كلهم في نفس القياس. صافي الطريقه سهله، غادي نخلي هاد الكرات ديالي هاد الشكل هذا، غادي ندهنهم واحد شويه بطبيعه الحال بالزيت. غادي ناخذ علاش نخدم وعلاش ندلك هاد المسمنات ديالي، غادي ندير واحد شويه ديال الزيت باش ما يسقوش ليا المسمنات ديالي في طاوله العمل. وغادي ندهنهم بواحد شويه ديال الزيت من الفوق، وغادي نعاود نرد البلاستيكه، غادي نغطيهم ثاني بالبلاستيكه ونخليهم يطلقوا واحد شويه. صافي انا خليتهم واحد 3 دقائق حتى 5 دقائق، وغادي نبدا نخدم المسمن ديالي. هنايا غادي نحتاج بالنسبه باش غادي نخدم باش غادي ندلك هاد العجينه هادي، غادي ندير طبيعه الحال شويه ديال الزبده، غادي نذوبها عاد باش غادي نزيد عليها الزيت باش هاد الزيت تبرد ليا الزبده وما يجينيش الخليط سخون ملي كنبدا نخدم به. هنايا بالنسبه للتوريق انا غادي نحتاج هنا الدقيق،
خلطت بين دقيق الفينو ودقيق القمح الكامل عفوا اللي بنخالته، انا غادي نستعمله بالنخاله ديالو، فكتعطي واحد النخاله كتعطي واحد الهشاشه لهذا المسمن هذا من الداخل، كتخليه مورق وهشيش، فملي كناكلوه ما كيجيش مسمن هكاك مطاطي، كيجي هشيش في العضه ديالو كيتقطع بسهوله. تبعوا معايا ان شاء الله المراحل، الطريقه سهله. هنايا طريقه المسمنه كلشي تيعرف ليها، صافي هنايا من بعد ما دابت ليا الزبده واحد شويه زدت عليها الزيت كتكون بارده باش يجيني الخليط باش ما يجينيش سخون ونقدر ندير فيه هديه ونخدم به. هنايا كي تشوفوا راه بديت كنسرح في المسمنه الاولى ديالي، العجينه كتسرح بكل سهوله، خصوصا ملي كنديروا دقيق القمح فالعجينه كتجي رطبه وسهله في الخدمه. غادي نورق العجينه ديالي ما امكن، وغادي نرشها بهذاك الخليط ديال الدقيق ديال الفينو ودقيق القمح الكامل، وغادي ندهن بالزبده. كل ما درت طويه غادي ندير الزبده ونرش عليها شويه ديال الدقيق باش يجيني المسمن ديالي مورق من الداخل. ما تنكثرش الزبده بزاف، صافي انا غادي نطوي هذه المسمنه ديالي الاولى، وغادي ناخذ مسمنه ثانيه. هذه الكره الثانيه غادي نسرحها، كي تشوفوا العجينه راه كتسرح بكل سهوله، ما كتعذبناش، ما كتكونش مطاطيه كتجبديها وكتعاد كترجع، الا هذه العجينه هذه كتسرحيها كتبقى بالشكل باش سرحتي، يعني ما كتعذبكش في الخدمه نهائيا. غادي نرشها بشويه الزبده وكذلك بشويه ديال الدقيق ديال الفينو والقمح الكامل، وغادي نبدا نطوي المسمنه ديالي بالطريقه العاديه اللي كنديروا دائما المسمن. انا غادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى نكمل المسمنات اللي عندي كلهم. بالنسبه لهذه الطريقه ديال المسمن انا درتيه وحده، ممكن ليكم نتوما اذا بغيتوا ديروا مسمنه في وسط وحده اخرى فكتجي كذلك المسمنه كتجي زوينه بهذيك الطريقه، كذلك كتجي مورقه اكثر، ولكن انا اكتفيت بهذا الشكل هذا. انا وريتكم الطريقه وانتم تفننوا فيها كي بغيتوا. انا صافي هنايا درت المقله ديالي كتسخن، غادي نسرح المسمنه ديالي الاولى. المقله ما خصهاش تكون سخونه بزاف، انا هنا سخنت عندي واحد شويه، غادي نرش واحد شويه ديال الزيت وغادي نحطوا المسمنه ديالنا. طيب غادي نخليها بهذا الشكل هذا، ملي كتبدا كتنفخ هي كتبدا كتنفخ كنرشها بشويه ديال الزيت ونعاود نقلبها. هنا انا كنستغل الوقت ملي كنحط مسمنه كنعاود ندلك وحده اخرى باش دغيا كيوجد لينا هذا المسمن ديالنا وما كياخذش الوقت بزاف. صافي هنا كي تشوفوا بدات المسمنه ديالي كتنشف وكتنفخ، غادي نرش عليها واحد شويه ديال الزيت من الفوق وغادي نقلبها. غادي نقلبها بهذا الشكل هذا، المسمن ديالنا كي تشوفوا دغيا كيتنفخ، مجرد ما كنقلبوها كتبدا كتنفخ، يعني كنعرفوا بان الطبقات الدخلانيه كتبدا كتفرق وكتورق. وبالنسبه للمسمن كنحاولوا دائما نقلبوه كندوروه ماشي كنقلبوه، كنبقاو ندورو في المسمنه بهذا الشكل هذا وما كنقلبوها حتى كنعرفوا واش بدات كتحمر من التحت باش ما يتشتتش لينا المسمن ديالنا ويتحل باش تبقى مسمنه شاده في راسها. هنا بالنسبه للمسمنه ديالنا راه دغيا كتحمر، لان هاد دقيق القمح دغيا كيتحمر ماشي بحال درنا هي الفينو والفورص بوحدهم، فداك الشيء علاش ما خصناش نكثروا كميه ديال سنيده، نديروا معلقه صغيره ولا اقل من معلقه صغيره على حسب الكميه ديال الدقيق طبيعي الحال اللي درتو، ولكن دائما المسمن ما تيبغيش السنيده تكون كثيره حيت كيتحمر بالزربه وما كيطيبش لينا من الداخل بالشكل اللي بغينا. انا غادي نحاول نطيبها مزيان، كنبغي المسمن شويه يكون محمر باش يجينا مقرمل. هنا كتشوفوا راه المسمنه ديالنا مقرمله، كتكون عندها طبقه مقرمله من فوق بزاف. وصافي غادي نستمر انا بهذه الطريقه هذه، غادي ندير المسمنه الثانيه ديالي
من بعد ما نرشب واحد شويه ديال الزيت المقله ديالي، وغادي ندير مسمنه طيب بنفس الطريقه اللي كتبدا كتنفخ بهذا الشكل هذا. غادي نرش عليها واحد شويه ديال الزيت من الفوق وغادي نقلبها باش تحمر ليا من الجهه الاخرى. وغادي نحاول دائما ندور المسمنه ديالي، نبقى ندورها باش تحمر ليا من الجوايه كلهم. وعندي لكم واحد الحيله بسيطه بالنسبه للمسمن، الا كنطيبوا المسمن نحاولوا دائما نضغطوا عليه بهكا معلقه ديال الخشب اولا بزويف نقي، تنحاولوا نضغطوا عليه من جميع الجوانب باش تجينا المسمنه ديالنا طايبه من الداخل ومورقه، وكتجي كذلك طايبه من جميع الجوانب، كتجي محمره بهذا الشكل هذا كما كده شوفوا. تنبقاو ندورو في المسمنه ونضغطوا عليها حتى كتجي محمره كي بغيناها. انا كي قلت لكم كنبغي المسمن يكون محمر شويه بزايد باش تجيني المسمنه مقرمله وطيبه. انا غادي نستمر هكا وغادي نكمل الكميه ديال المسمن ديالي اللي عندي كلها، وغادي نتلاقاو ان شاء الله. اذا هذا هو المسمن ديالي ديال اليوم، كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي ناشح. جربوه صدقوني جربوه، كيجي زوين. ملي كتضيفوه هاد دقيق القمح فكيعطي واحد البنه، وكيجي المسمن ديالكم خفيف ومقرمل. كنتمنى انكم تجربوه. وهكا وصلت النهايه ديال الحلقه ديال اليوم، كنتمنى على الوصفه ديال اليوم المسمن ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوها في ديوركم وردوا عليا الاخبار. ما بقى لي غير نودعكم، وما تنسوش دائما تخليو لي لايك وتشتركوا في القناه بالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش. ومرحبا بكم في مطبخ ام انس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.